السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبكة الكفيف التقني العراقي، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونون بخير. إحنا تدرون بإدارة الشبكات، هذا الدرس الثالث، هو درس شرح نتجير راوتر. هذا اسمعون، هذا راوتر N600 نتجير بالعراق، موجود سعره 50 دولار اعتقد. تمام، احب ان اقول شغله، انا حتى ما اطول عليكم الشرح ولا يعني يجوز تملون الشرح، لا انا حسوي لكم عباره عن سؤال وجواب، يعني شلون نغير الاسم المستخدم بخصوص الوايرلس، يعني انا اسال نفسي واجاوب نفس الوقت. تمام، هذه واحده أكو ملاحظة أحب أن أمح عليها، وأتمنى الكل ينتبه على هالعبارة. تمام، ولو شوي إذا أضوشكم الصوت لين أحب أضبط الجهاز مكانه. تمام، هذا أعتقد هالشكل. تمام بالله. تمام، جيد. زين، حط الحاصل هالشكل. العبارة اللي أقول لكم عليها أنا هسه، أرجو الكل ينتبه، لو حتى كانت ولو أنا مقلل سرعة الصوت للناطق، بس فرضا اذا كان سرعه الناطق سريعه انا راح اردد اللي يقوله، يعني تمام راح اردد اللي يقوله. طيب، النتجر سوفت وير ماله شويه يعني مو مثل التيبلينك، لا يختلف. راح اسال نفسي ثاني، حمزه شلون هسه انا عندي هذا النتجر، حتى ما أنا أقدر أشرح لكم إياه وهذا، لا بس أنا أريد أبسط لكم الشغلة حتى تفهمون. تمام، حمزة شلون إن أريد أغير اسم الشبكة اللي هي هنا، شوف هاي، شوف سايب الآيفون نجيب. تمام، هذا حمزة، اسم الشبكة حمزة. تمام، طيب هذه شلون اغير اسم الشبكة؟ تمام، نغير اسم الشبكة وين نروح؟ لا ننسى نروح شلون نفتح الراوتر، سواء من التليفون او اني سألوني بعض الاشخاص قالوا حمزة نريد نتعلم من التليفون ومن الحاسوب، وانا قلت لهم بعيوني. تمام، فلازم اعذروني شوية، يجوز الشرح يطول بس ان شاء الله ما يطول ان شاء الله. بالنسبة للتليفون تروح على موزيلا فايرفوكس او سفاري. تمام، وين فايرفوكس؟ هون فايرفوكس، روح على التاب. تمام، نضغط الاي بي مال الراوتر هنا، انا ما راح افتحها، نضغط الاي بي مال الراوتر هنا اللي هو 192.168.1.1. هذه بالنسبه للموزيلا فايرفوكس، يعني هسه ما تجيب لي كمثال. شوف احرف، حرف، اللغه، تحرير، نمط الكتابه، كتابه اللمس. الاي بي 192.168.0.1 انا ما تجيب لي، نطق جو. تمام، هذا اللي هو تي بي لينك. اما النتجر الاعدادات، قلنا النتجر شلون، النتجر قلنا 192.168.1.1. طيب شلون نفتحه من الحاسوب؟ نذهب الى موزيلا فايرفوكس، نضغط F6، اذا لقينا موجود موقع بي ندوس باك سبيس الى ان اللي هي فوق الانتر، راح يمسح لنا الموقع ونكتب
192.168.1.1 بالعربي 192.168.1.1 تمام؟ يعني دوت شنو هي؟ النقطة، النقطة اللي هي دوت كوم مثلا نكتب تمام؟ هسه انفتح هذا قبالي هنا، فتحت الموزيلا فايرفوكس، انفتح قبالي النتجر. شلون غير الاسم؟ نروح إلى هوم دونت زيارة تمام انترنت رابط دونت زيارتي رابط هوم هوم نضغط تاب. شغلنا بالتاب هسه عندي اضغط حاليا شيفت وتاب تمام شيفت قائمة صندوق خيارات مغلقة هذه ما لنا علاقة بها رابط ادفانسد ادفانس رابط بيسك بيسك ما لنا علاقة ذني بيهن قلنا رابط صندوق رابط انترنت رابط وايرلس نروح وايرلس اخاف هذا تقولون عليه سريع انا دا انطق اللي يقوله نضغط على كلمة الاستيثاق مطلوب محاولة مطلب الوسيط http كلمة سر تحريري محمي محدد حسنا ألغي زر يطلب الوسيط اسم المستخدم تحت كلمة سر حسنا يطلب اسم المتكلمة حسنا زر طي حسن طبعا بالمناسبة دقائق Netgear router WNDR. بالمناسبة اليوزر والباسورد شن هي مال من نفتح من نكتب قلنا الاي بي من نكتب الاي بي 192.168.1.1 راح يفتح يوزر نيم وباسورد شن نكتب باليوزر ادمن انتم مشكلتكم الا بالايفون المهم نكتب ادمن اللي هي تم العثور على 7 شن نكتب تم العثور على 6 عناصر اعلى نتيجه بحث الشرطه العكسيه تم العثور على 3 عناصر اعلى نتيجه بحث تم العثور على 6 الشرطه العكسيه اللغه تحرير لصق نمط الكتابه كتابه اللمس المباشر الكتابه القياسيه نكتب A تم العثور على N M M تم العثور U I I تم A N N تم العثور على 4 هاي يوزر نيم مال كلمات اليوزر نيم مال نتجر اللي هي اللي هي نعيدها A D M I N تمام كلمة المرور شنو هي اللغة التحرير كلمة المرور هي هاي نمط التحرير اللغة اللغة الأحرف كلمات باسورد اللي هي P A S S W O R T خلاص ينفتح الراوتر هسه قلنا نغير احنا قلنا نغير اليوزر مال الشبكه رابط parental controls دخلنا على الوايرلس احنا attached devices تمت زيارتي رابط وايرلس وايرلس هسه سألنا حنجي شلون نغير اليوزر ننزل بالسهم او بالتاب بالتاب attached devices parental controls ready share guest network خالن apply زر apply زر cancel وcancel هاي خلنا ناخذها من البداية الapply يحفظ الشيء اللي سويناه cancel يcancel الأشياء اللي سويناها تمام ننزل بس بالسهم أنا حاليا خالن رابط region selection region selection region selection region region صندوق خياراتي مغلقة Europe يورب يختار الدولة اللي تريدها انت تمام هذه ما نحتاجها خالن رابط وايرلس نتورك 2.40 هرتز بي قاطعة 2.4 هرتز جي هذا النتجر اللي حواليه اليمين دول باند 2.45 جي يعني شبكتين بي 2.4 زائد 5 جي ننزل مربع تحديد غير محدد enable wireless isolation مربع تحديد غير محدد enable wireless isolation enable wireless isolation هذه مشكلة إذا فعلتها بعد لا يمكنك الدخول للراوتر تمام ننزل مربع تحديد محدد enable seed broadcast enable seed broadcast هذه مربع تحديد محدد enable seed broadcast name seed
مربع تحديد محدد enable seed broadcast. هذه إذا تشيلها تحديد يسوي لك شبكة مخفية. مربع تحديد محدد enable seed broadcast. Enable seed broadcast. يسوي لك شبكة شنو مخفية. تحريري بإكمالي تلقائي همزة. هذه النيم بإكمالي همزة. تحريري بإكمالي تلقائي همزة. النيم همزة. تكتب هنا مثلا كمثال. مثلا ثاني مثلا تحريري حمزة قيسي مثلا سميها. Arabic English A A H A M Z A همزة A A فصل L K H A I A A S I. شوف تحريري بإكمالي تلقائي حمزة قيسي. طيب سمينا حمزة قيسي، حمزة شو نغير الاسم؟ خلاص يعني انتهى؟ لا، تروح على شيء اسمه apply، نصعد لي فوق، تمام؟ نصعد لي فوق، shift وتاب، شوف شوف هذه زر cancel، زر apply apply و cancel. إذا ننزل لي جوا، حمزة زين جواها شكو؟ يعني جو اليوزر نيم. طيب هنزل لك جوه زر خالن صندوق مرب نيم تحريري بإكمال شانل صندوق خياراتي مغلقة أرم صندوق خيار صفر واحد أرم. هذه شانل مال الشبكات، شانل مال الشبكة. مثلا أسوي واحد أسوي اثنين، هذه يعني اذا انت دي ثبت شانل انا مسوي اوتو صراحه، تمام. زين حمزه جوا شانل شكو صندوق خيارات up to 145 ميجا بت بير سكند. ايش قد تريده بالثانيه يمشي الميجا؟ يعني هذا سرعه النتجير 300 ميجا بايت نقل البيانات. احنا ايش قد نسوي؟ up to 300 ميجا بت بير سكند. سويته 300 ميجا بت بالثانيه. هذه يعني افضل لو تتركها كما هي، لو تسويها 300 يعني حسب انت شوف شنو اللي تريده. نقل البيانات هذه سرعه نقل البيانات بين الراوتر او والموبايلات او الحاسوب، تمام. نسوي احنا نسوي جيد قلنا 300 وحسب ما احنا يفيدنا. يعني مثلا كيفي اسوي 154 كيفي. اذا شكو جوا بعد زر اختيار محدد 4 من 5. شنو هاي 4 من 5؟ زر اختيار غير محدد با بي اس كي كيب. حمزه ما بدنا نفهمه، اوضح لكم. زر رابط سكيورتي اوبشنز. سكيورتي اوبشن، سكيورتي اوبشن اللي هي وين جوا من الصير خالن صندوق خياراتي مغلقه اب تو 300 جوال 300 ميجا بت. خان رابط سكيورتي. حمزة ده ينزل بالسهم. زر اختيار غير محدد نان. نان يعني شنو؟ بدون باسورد. يا هول يجي كنك روح يجيك انترنت فول الفول بدون باسورد مجاني. ها ايه تنزل جوا. زر اختيار غير محدد ويب. ويب ويب هذه يعني مؤمن باسورد لكن مو تشفير قوي، تمام. زر اختيار غير محدد با بي اس كي كيب. هذه مشفر ايضا لكن الثانية صباحا قوي بس مو بالمستوى المطلوب. انت تحدد ياهو. زر اختيار محدد با بي اس كي ايز. زر اختيار غير محدد با بي اس كي كيب زائد با بي اس كي ايز. هذا انت اللي تحدده، انا المحدد هذا يعني للامانه انا فرمت النوتجر حتى اشتغل لكم به جديد، يعني اشتغل لكم به وممكنك البيت على التيبلينك، تمام. احنا نحدد هذا الاخير واحد. زر اختيار غير محدد با بي اس كي كيب زائد با 2 بي اس كي ايز. هذا احنا نحدده. طبعا بالمناسبه الشغل نفس الشيء يكون بالتليفون بالايفون او بالاندرويد او بالحاسوب، كله نفس الوضع، تمام. ننزل جوا هسه انا كله بالسهم. ننزل جوا. خالن 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 باس فيز. باس فيز هذا تحرير ها امزا 863 كاركترز او الباسورد مال الشبكه. باسورد مال مسافه تحرير الشبكه. انا شو مسوي اي 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 ام ام زي زي اي اي خالن
نعيد الكلام اللي قلناه. ورا كل خطوة انت مثلا غيرنا الاسم فوق صار حمزة القيسي، هذا عجبني باسورد هم غيره، شو اسوي؟ خلصت شغلي اروح على apply او cancel اذا اريد اكنسل شيء، او اطلع من كل شيء خلاص يعني انهي الوضعية كلها. هذا الباسورد هنا شوف تحرير ها امزاء 8، هذا الباسورد، هذا ال شنو الباسورد. ننزل جوا خالد رابط وايرلس نتورك 5G هرتز قطع وايرلس نتورك 5G. شنو هذه؟ هذه الشبكة الثانية اللي موجودة، احنا قلنا شبكتين بهذا دول باند عفوا 2.4G زائد 5G. مربع تحديد غير محدد enable wireless isolation. نفس الوضعية قلت لكم، هذا بيمكنك يعني لا تشيل التحديد، ما يمكنك انه بعد تفتح الراوتر. مربع تحديد محدد enable C. هذا يسوي لك شبكة مخفية name تحديد. نفس الوضعية، ماكو داعي اعيد لكم اياها بالشرح، نفس الوضعية. هم يعني ما يعجبك تتغير الفوق، تتغير بس الجوة. تحريري بإكمالي تلقائي القيسي 5G. القيسي 5G مسوي آني. نفس تجي هنا. صندوق خياراتي مغلقة 44. هاي شنل 44 يعني هذا 5G قوي جدا. هذا خاص للنتوركينج، للجيمز، للأجهزة الحديثة، للسمارت تي في. طبعا مو سمارت تي في الموجود اللي يدعم 4K طبعا. تمام؟ هذه بالنسبة لل 5G. شوف ننزل جوا مود صندوق دقيقة مود صندوق خياراتي مغلقة 8 و4. نرجع 44 مود صندوق 300. خياراتي مغلقة up to 300 megabit per second. شوف ننزل جوا رابط security option. security option نحدد احنا قلنا هذا زر اختيار غير محدد 3 من 5. زر اختيار غير محدد PPS خالٍ هذا زر اختيار غير محدد PPSK كيب زائد 2PSKAs. طيب ننزل جوا خالٍ باس فريز ننزل شنو هنا الباسورد تحرير هامزة 8 حمزة 63 كاركت مسا تحرير AHAALLZZAA. كملت الإعدادات، كتبت الباسورد، كتبت اليوزر، نزل جوا شنو بعد؟ خالد رسم تعبيري يمكنه نقره help icon. help icon عوفة هذا خلصت شغلي. وانا اروح control home خالد ساعد فوق، نزل جوا شوية خالد رابط wireless network مربع تحديد غير محدد enable wireless صن قسم cancel زر خلصت شغلي انطي زر apply تمام؟ عرفناها ان شاء الله. طيب زين نسأل حمزة سؤال ثاني، شلون احدث الجهاز؟ تمام شلون نحدث الجهاز؟ نروح الى زر A زر cancel خالن WND logout. نروح الى خالن firmware version V1.0 رابط basic رابط advanced. طبعا انا اسف يمكن شوي راح ازيد السرعه NVDA قائمة لان جدا مزعج. ان شاء الله قلت لكم انا اقرا لكم اذا اي مكان اروح له ان شاء الله. تمام احنا ما عندنا انترنت حاليا، قلنا لي احنا رابطين التيبنج الاصلي حاليا، احنا فنروح وين نحدث الجهاز؟ قائمة رابط advanced نروح على advanced. الاستيثاق مطلوب، محاولة يطلب نخليش تطلب كل ساعة اليوزر الباسورد. المهم يعني كسبايرين تيلين مدى أسوي شيء. صندوق خيارات تمت زيارة رابط advanced home. نروح على شيء اسمه رابط setup wizard رابط WPS wizard. احنا كل ايش راح نقلنا هذا نعوفه، احنا نحدث نروح وين نروح؟ يمكن نقره رابط setup يمكن نقره USB storage يمكن نقره security يمكن نقره رابط administration يمكن نقره رابط advanced setup يمكن نقره رسم تعبيري يمكن نقره good icon router information خالن يمكن نقره رابط administration تمت زيارة رابط router status رابط logs رابط attached devices رابط backup settings رابط set password رابط router update يوم رابط router update
router update. نضغط على هذه. بعدين يعني هسه ماكو انترنت والله كان حددت لكم ماكو انترنت الله شاهد. نضغط على router update وبعدين يقول لك check for update online. قول له yes. طيب هسه اجينا اللي احنا داخلين على advanced حاليا. دخلنا administration تمام. دخلنا على administration نريد نغير الباسورد مالتنا اللي هو اليوزر نيم والباسورد. قلنا admin واليوزر باسورد عفوا باسورد باسورد تكتب وتأكد مرة ثانية باسورد. زين انا اغير الباسورد شلون؟ نروح على رابط router update رابط set password set password نضغط هذه رابط router update. يمكننا قرر advanced setup خالٍ set password خالٍ set password زر apply. شو احنا قلنا على كل شيء نقول له apply يحفظ وجوا cancel زر cancel خالٍ old password old password. نكتب مثلا هنا تحرير محمي تحرير محمي هنا نكتب password الباسورد مالنا القديم. هنا قائمة هذا الاتصال ليس آمنا not your router WMD قائمة not your router W تحريري محمي set password set password تحريري محمي. نكتب الباسورد جوا الجديد قائمة نكتب الباسورد أيضا الجديد جوا repeat new password repeat new password. ها شوف دقيقة لا حتى نكون واضحين أكثر دقيقة تحريري قائمة not there set pass تحريري محمي old pass خالٍ زر cancel خالٍ old pass old password نكتب الباسورد مالنا القديم هذا جوا الكنسل قديم تحريري محمي نكتب الباسورد مالنا الجديد تحريري محمي مربع تحريري نكتب جوا همي الباسورد الجديد وننطي نصعد فوق تحريري يعني بدل ما تكون اليوزر هو مو اليوزر ادمن والباسورد باسورد الباسورد نقدر نغيرها بس اليوزر ما نقدر نغيره تمام. اليوزر ما نقدر شنو ما نقدر نغيرها. زين عندنا شنو هسه شلون نغير يا حمزة الاي بي الجهاز شلون نغير الاي بي الجهاز الجهاز نروح عليه وين هسه احنا بعدنا على ادفانس حتى لا ادوقكم اني احنا بعدنا وين على ادفانس ما خرجنا من عندها تمام. بعدنا على ادفانس نصعد فوق كنترول وهوم خالٍ WMD زر باج اوت خالٍ فيرموير في وان رابط صندوق دونت زي رابط سيت اب ويزرد سيت اب ويزرد رابط WPS يمكن نقره رابط USB يمكن نقره رابط سيت اب لا ندخل على سيت اب مو سيت اب وزرد ندخل على شيء اسمه سيت اب ندخل على سيت اب رابط انترنت سيت اب انترنت سيت اب ما لنا علاقه هذه بها دونت زيارته رابط وايرلس سيت اب ايضا ما لنا علاقه بها رابط وان سيت اب رابط لان سيت اب ندخل على لان لان سيت اب هذا غير احنا مو ندخل بالاي بي بالراوتر 192.168.1.1 هذا شوف هنا رابط يو applies خالٍ رابط device name device name تحريري بإكمالي تلقائي WMDR3400v3 تحريري بإكمالي هذا اسم الراوتر بإمكانك تكتبه باسمك الراوتر يعني من ينفتح صفحة الراوتر بدل ما تطلع IWR ما أعرف إيش قلت تكتب اسمك ننزل جوا خالٍ رابط LAN TCP قاطع IP setup IP setup IP address تحريري بإكمالي تلقائي 192 نقطة تحريري بإكمالي تلقائي 192 192 شوف هنا بكل خانة تكتب بها مثلا تمسح هذا هنا تحريري بإكمالي تلقائي واحد محدد شوف لا هسه احنا خربطنا دقيقة تحريري IP address رابط IP address تحريري بإكمالي تلقائي 192 نقطة تكتب بإكمالي تلقائي تكتب واحد واثنان تكتب تمسح اثنان تسعة واحد مسحنا شو تسوي
English, United States. كمثال هسه حكتب 1 9 2 شوف 1 9 2 شو هيسوي؟ 2 تحريري بإكمالي نزلني على الحقل الثاني 168 محدد نزلني على الحقل الثاني يعني هو بيحقول هو ينزلك وانت تكتب امسح هذا البيض مال شيء نكتب غير شيء بس انا حكتبه بنفسه حتى يكون واضح قدامكم تمام 8 خال تحريري بإكمالي تلقائي انجلش 1 8 8 9 2 تحريري بإكمالي تلقائي خال ها عجو تكتب 1 ايوان 1 6 6 8 تحريري بإكمالي تلقائي 1 محدد 1 هنا 1 تقدر تمسحه تكتب مثلا 0 كمثال شوف 1 9 9 0 0 انزل تاب وحدة لأن هذا ما ينزل لين رقم 1 0 تحريري بإكمالي تلقائي 1 محدد 1 محدد نمسح الواحد مثلا 1 1 نكتب 1 همينه زين جواش اكو نطلع بالاسكيب اي بي سبلت ماسك هذا تعوفه تحريري باكمالي تلقائي 255 نقطه 255 تحريري باكمالي 255 اوف هذا صندوق خيارات بث مغلقه دقيقه هذا شنو جوا ار اي بي دايركشن صندوق هاي اوفه ار اي بي فيرجن صندوق خال مربع تحديد محدد الشغلات اللي انا ما مشتغل بيها اقول لك عوفه تمام رابط use router as DHCP server use DHCP server starting IP address تحرير غير متاح 192 نقطة هاي DHCP تحرير ending IP address تحرير بإكمالي تلقائي 2 تحرير بإكمال ending IP address تحرير غير متاح تحرير بإكمالي تلقائي 200 خال رابط address reservation خال رقم تحريري بإكمالي تلقائي رابط device name تحريري بإكمالي تلقائي صفر محدد تحريري بإكمالي هسا عرفنا شلون نغير الـ IP router تمام عرفنا شلون نغير الـ IP هسا ايش بقالنا شلون نضبط الانترنت تمام شلون نضبط الانترنت بعد ورانا ترى رحلة طويلة ولو انا شوية اسف اني ما ادري شوية شرح دي يصير من ورا هذا الجهاز الاولمبس على مين خالن WMD زر باقاب خالن firmware v1 رابط basic ندخل على basic في سبيل رجعنا القائمة الرئيسية ندخل على الانترنت هسه home internet رابط ندخل على شيء اسمه زيارتي رابط home رابط internet انترنت لما ندخل على الانترنت ننزل جوا تمت زيارتي رابط وايرلس رابط اتاتشمنت رابط بارنتال رابط جست نتورك ابلاي زر تيست ما نبي هاي تيست رابط does your internet connection require a login yes زر اختيار غير محدد yes اطيع رابط does your internet connection require a login زر اختيار محدد رابط yes yes هذا زر اختيار حدد yes انا كنت مسوي نو في حال اذا كنت حاط اليوزر بالنانو تقول له نو تمام زر اختيار غير محدد رابط نو هنا تحط خال رابط internet service provider صندوق خياراتي مغلقه pages poi صندوق خيارات pages poi مغلقه pages poi احنا هذا مالتنا ننزل Netgear router WMDR 3004 شنو apply زر guest network رابط خالي internet set زر apply زر cancel زر اختيار محدد 1 من 2 رابط زر اختيار رابط خالي رابط صندوق خياراتي مغلقة L2TP صندوق خيارات خال صندوق خياراتي مغلقة L2TP شوف انت المشكله هي شنو ندوس لازم حتى يتفعل هذا الشيء ندوس شيفت وانتر خلينا نجرب بالله صندوق خياراتي مغلقه بيجز بوي صندوق خيارات هو رجع بيج هو تلقائيا يحط بيجز بوي اللي هو مالتنا احنا خصوصا من العراق يعني تضغط شيفت وانتر اعتقد بس خلينا نجرب لحظه نتجير راوتر دبليو ام دي
خالد فصل تحريري بإكمال تلقائي تحريري خالد أبديتينغ رابط كاس نتورك أبديتينغ سيتينغز خالد تحريري خالد فصل خالد 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 هيلب ورابط دوكيومنتيشن لا فصل خالد تحرير تمام. لما ندخل على بيجز بوي لي جوا خالد رابط لوجن لوجن جوا تحريري بإكمال تلقائي كاست تحريري بإكمال تلقائي كاست جاست تمسح الجاست هذا يوزر نيم مال الانترنت مال الشبكه اللي يطوك اياه ابو الشبكه مثل احنا بالعراق النانو اليوزر مال الانترنت الاشتراك نمسح الجاست رابط تحريري باكمالي تلقائي كاست يو اي ات خارج الرابط تحت اس نمسحها مثلا نكتب كمثال نكتب اتش اي ان زي زي ان ام زي اي ندوس اسكيب نزل جوا حتى نسمعكم شو يقول رابط باسورد باسورد نزل تحريري بإكمالي تلقائي netgear router WMDR3000 خارج الرابط تحريري بإكمال أنا ما أبي يعني أنت تكتب الباسورد مال الإنترنت أنا حكتب مثل عندي مثلا كمثال H A M Z A مسافة A J A T R D R مسافة زين كتبنا الباسورد نزل جوا شنو بعد رابط service name if required هذا تعوفه رابط connection mode connection mode هنا نحكي هنا أنا اشتغل عليك هنا شوف صندوق خياراتي مغلقة dial on demand صندوق خيارات dial on demand مغلقة dial demand manually connect manually connect dial on always on always on سوي always on حتى يتصل لك بالانترنت تلقائيا تمام شوف ننزل جوا سباوع سوينا escape رابط idle timeout in minutes تحرير غير متاح 5 ماكو بقى اقول لك ماكو يعني غير متاح ما تقدر تحدد وقت يعني كلش قد ويتصل بالانترنت مثلا فصل الانترنت ورا 5 ثواني يتصل all شوف هاي صح ايش خلينا رابط صندوق خياراتي مغلق always on always on هذا شو يسوي لك يسوي لك الانترنت يعني ولا متصل يعني كل ما يقطع يتصل كل ما يقطع يتصل رابط تحرير خالن رابط انترنت اي بي ادرس انترنت اي بي ادرس زر اختيار محدد get dynamically from ISP get dynamic get dynamic هذا هو يجي dynamic تمام زر اختيار غير محدد use static IP address تحرير غير متاح صفر نقطة زر اختيار غير محدد use static IP address انت تختار لو used static لو dynamic الستاتيك اعتقد يمكن شرحيه بالتيبينينج الاخ يوسف تحياتنا له بس انا حشرح لكم اياها هذه الستاتيك يمكنك انه تخلي مثلا كمثال شوف زر اختيار غير محدد use static IP address محدد بنسوي محدد تحريري باكمالي تلقائي صفر نقطه تحريري باكمالي نخلي اي بي نانو هنا مثلا كمثال الاي بي مال نانو 192.168.0.20 احنا نخلي دوت 0 يعني بالاخير دوت 0 لكن نخلي ما نخلي 20 نخلي مثلا 22 او 24 بس لما نكتب اليوزر والباسورد بالمتصفح نكتب ال 20 تمام نرجع دايناميك هسه احنا زر اختيار محدد محدد تحرير خالن رابط domain name server DNS address domain server مثلا عندك server هنا زر اختيار محدد automatically from is زر اختيار غير محدد use these DNS servers تقدر تضيف DNS هذا ما مشتغل بينا احنا ما مشتغلين بينا صراحة primary DNS تحرير رابط router MAC address زر اختيار غير محدد use computer MAC address هذه تحرير خالن رسم تعبيري يمكننا قرره هوب ايكون خلاص ضبط الانترنت خلاص كل السهل لي فوق ابلاي وكنسل تمام مثل ما تعرفون ندوس على الانترنت يطلع لك يوزر باسورد بيجز بوي يطلع لك فوق اليوزر يعني الخاص بالنانو مثلا تخلي اليوزر باسورد وتعطي apply يخزن عندك ويتصل الانترنت وهذا تسوي always on تمام هذه الاعدادات كلهن انت تسويهن ان شاء الله شرح مفهوم طيب حمزة احنا دوخناك شوية
لا عادي مو مشكلة بالخدمة احنا. شلون نحضر اجهزة؟ هاي الناس تموت على هاي السالفة. شلون يحضرون اجهزة؟ المهم هاي بس عرفنا احنا هواي امور، شلون نحضر الجهاز، نغير اي بي، شلون نغير الباسورد، شلون نغير اسم الشبكات، باسورد الشبكات اللي نريدها مثلا. تمام واضح ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار احنا بالخدمة. شلون نحضر اجهزة؟ نروح كنترول هوم خالن، ندخل وين؟ رابط صندوق تمت زيارتي رابط انترنت. نروح على شيء اسمه تمت زيارتي رابط وايرلس اتاتش ديفايسز رابط اتاتش ديفايسز اتاتش ديفايسز. لما نروح اتاتش ديفايسز شو يقول لك؟ شوف خالن اتاتش ديفايسز. شوف من 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 تنزل جوا من يقول لك اتاتش ديفايسز شو يقول لك جوا؟ خالن جو تو جو تو، يعني يقول لك اذهب الى رابط اكسس كنترول تو الاو اور بلوك ديفايسز اكسس كنترول رابط اكسس كنترول تو الاو اور بلوك ديفايسز. يقول لك اكسس كنترول الاو اد ا بلوك ديفايسز، يعني يقول لك روح على اكسس كنترول تقدر من هناك تحضر الاجهزه وتفتح الاجهزه. تمام نروح على رابط اكسس كنترول اكسس كنترول. هاي جوه الاتاتش ديفايسز. ها ننزل جوا خالن رابط نتورك نتورك مربع تحديد غير محدد رابط turn on access control مربع تحديد غير محدد. هذا نسوي محدد رابط network رابط you can use access control to allow or block computers or electronic devices from بس هم دانزل رابط مربع تحديد غير محدد مربع تحديد غير محدد نسوي شنو؟ محدد محدد. ننزل جوا رابط turn on access control access rule this is a general rule خالن زر اختيار محدد allow all new devices to connect. ها هاي اهم فقرة هذه احب اقول لكم عليها. شوف ركزوا وياي خالن زر اختيار محدد allow all new devices to connect allow new devices خالن زر اختيار محدد allow all new devices to connect allow new devices to connect. يعني اي شبكة تتصل بس، يعني اتمنى تنتبهون لهالفقرة هاي لان هاي فقرة شوية خطرة. يعني اي انسان يمكنك انترنت بشكل طبيعي. هاي انترنت عندي فول، هذا يعني الايفون عندي فول بي انترنت كأنما. بس اذا سو انسى هنا اي واحد يكنك على انترنت يجي انترنت اوكي، بس احنا كنا مكنكين على انترنت خلاص مسوين يعني ما رد اي واحد يدخل. هذا صح اشيله من عنده وانا اخليه خط زر اختيار محدد allow all new devices خط زر اختيار غير محدد block all new devices from connecting block devices from connecting. يعني شنو هسه احنا كملنا الاجهزه مثلا امي والدي اخويا اختي يعني كلهم خليتهم يكنكون او احفظ التكنيك مالتهم. هذا احدده خط زر اختيار غير محدد block all new devices from connecting. لما جبت الايفون هذا تمام، لما اجيب الايفون هلكي ماكو انترنت ماكو انترنت. طيب زين حمزه شلون افتح الحظر؟ زين هاي مشكله، نفتح الاي بي مال الراوتر ندخل على هاي اتاتش ديفايسز يقولون جو تو اكسس كنترول او اكو طريقه ثانيه ان شاء الله ما اعلمكم شلون تحضرون من عندها. تمام نروح على ننزل جوا خالن بالسهم كله سهم زر الاو هذا الزر الاو شكو جهاز مقفل نحدد عليه صح تمام ونضغط عليه الاو، وشكو جهاز نريد نقفله نسوي له بلوك ونحدد عليه هنا. شوف زر بلوك بلوك نضغط عليه بلوك تمام. هسه ننزل جوا كمثال خل اوضح لكم صوره اكثر. زر غير متاح ابد خالن زر ريفرش مربع تحديد غير محدد يمكننا قرر ستيتس يمكننا قرر ديفايس نيم. هاي يقول لك الحاله اول شيء تجيك بعدين اليوزر نيم بعدين يمكننا قرر اي بي ادرس اي بي ادرس بعدين يمكننا قرر ماك ادرس ماك ادرس راح يبدي هسه بالكمبيوتر مكنك على هذا الجهاز. يمكننا قرر كونكشن تايب مربع تحديد غير محدد منو هذا؟ allowed يعني شنو يمكنك؟ منو هذا اللي يمكنك بالله؟ حمزة بي سي حمزة بي سي الديفايس نيم بالبداية 192 سي سي اف وايرلس
خالٍ. بس هذا. زي حمزة شلون أحضر بالله؟ ممكن يعني بلا زحمة عليك. حمزة PC. حمزة PC. Allowed. Allowed. مربع تحديد غير محدد. محدد. أسوي محدد وين أروح؟ أروح هنا. يوب 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 مربع خالٍ زر أمد زر باك. أسوي له بلوك. زر باك. أسوي له بلوك. لما أجي. لما اجي مرتلق على هذا المكان اريد افتح عنا الحظر في حال اذا هو مكنك اجي انزل يمكن نقرر ديفايس نيم يوب مربع اللاود ما القي اللاود لا القي بلوك مربع تحديد محدد اللاود بس مو انا لين ما مسوي له بلوك فيقول لي محدد لازم اسوي له بلوك يلا يقول لي بدل اللاود يقول لي بلوك تمام مربع اللاود هسه صاير شنو؟ الله مربع تحديد محدد اشيل التحديد منه محدد واسوي له مربع تحديد غير محدد زب مربع يمكن نقرر كونكشن تاب مربع الله واسوي له الله هسه عرفنا شلون نحضر الاجهزه وعرفنا شلون نفتح الاجهزه نعيد في حال اذا عندك جهاز تنزل جوا زب مربع يمكن نقرر كونكشن تاب مربع الله هذا يكون عليه الاوت شنو معناتها مفتوح عنا الحظر شو نسوي له مربع تحديد غير محدد نسوي له محدد من نقول له ابلاي من نقول له لي فوق ابلاي تمام من نقول له ابلاي او ما يحتاج تقول له ابلاي لا شو تقول له بس تقول له هيك مربع بس انا محددته زر باك زر الاوت بس اقول له الاوت خلاص تنحضر الكمبيوتر بس انا اذا اقول له الاوت شلون افتح معه لازم اقول له كلمه تليفون طيب خليني نجرب والله خليني نجرب دقيقة خليني اجرب لكم خليني اجرب لكم اثنان عناصر جديدة الاعدادات سوري الاعدادات نمط واي فاي اوكي تم الاختيار طيب خذ نقطة شر الاشهر مدة عدم ولا طلب اخر المزيد تي كيو اي المزيد تم الاختيار نوت حمزة امن قوة الاشارة 6 و9 اعرف الجزء مدى توصلكم الفكرة راح اوصلكم ان شاء الله الفكرة باذن الله تعالى وتدلله المزيد من الاختيار كانك حلك هسه شو نسوي نسوي له ريفريش حتى كانك على هذا خالد زر اختيار غير محدد بلوك اون ديفا خالد زر اختيار غير محدد اثنان من اثنان خالد زر الاو زر بلوك زر غير متاح ابد خالد زر ريفريش شو ريفريش الاتفاق مطلوب يابا والله مشكلة هاي كل ساعة تفتح لنا الهاي خالد هلب رابط داكمة تحريك جاب الشريط لتصفح الشريط الس مفتح خاط مار اونلاين سبورت باك جاس نتورك رابط خاط بليز كليك ذا منيو تو ري انتر ذا بيج خالد ها انت لك اسبوع نروح نفتح دوج ديفايسز طبيب زين خالد فروم وير بي وان رابط بيسك رابط ادام انجلش محاوله دي وانت تو سويتش فروم تمت زيارة رابط وايرلس تمت زيارة رابط اتاتش ننزل عليه رابط ري شير تمت زيارة رابط اتاتش رابط ري شير رابط خالين اتاتش ديفايسز اتاتش ديفايسز ننزل يقول لي خالين go to تمت زيارة رابط access control تمام شوف خلينا نسويكم طريقة عمليا خالين زر ريفرش رابط نتورك مربع تحديد غير محدد رابط turn on access control access room خالد زر اختيار محدد غير متاح allow all new devices to connect خالد زر اختيار غير متاح غير محدد block all new devices from connecting خالد زر غير متاح allow زر غير متاح block زر غير متاح edit خالد زر غير متاح refresh مربع تحديد غير متاح غير محدد ليش يمكن نقرر status يوب مربع تحديد غير متاح غير محدد allowed حمزة PC allowed حمزة out PC مربع تحديد allowed مربع تحديد غير متاح غير محدد خلص المشكلة وين وارجع لكم دقيقة ماكو مشكلة ان شاء الله نحلت ماكو شيء سويت ريفريش للصفحة علم قلنا هذا بالبداية شوفوا ايش قلنا احنا بالبدايه لما ندخل على اتاتش ديفايسز جو اكسس كنترول نحدد هذا الاختيار رابط نتورك يم نتورك ننزل مربع تحديد محدد نسوي محدد تمام ننزل جوا رابط تيرن اكسس خالد زر اختيار محدد allow all new devices to connect
هذا مثل ما قلنا اذا محدده هسه انتم مو محددين اجهزه يعني والله ما ادري اذا توصل لكم الفكره ولا لا. هسه اجهزه انتم محددين يعني خلاص يمكن يكون كلكم حافظين اي جهاز داخل عليكم فاتحين حظر عنه. تسوي له ورا ما تكمل الاجهزه اللي يمكن يكون بيت اهلك مثلا كلهم شو تسوي؟ خالٍ زر اختيار غير محدد بلوك اول ديفايسز فروم كونكتينج. حدد هذا الخيار حتى اي واحد يجي يكلمك انت تروح تفتح عنه الحظر. تمام هسه خل اروح احضر جهازي. خالٍ زر الاو زر بلوك زر غير خالٍ زر ريفرش مربع يمكن مربع تحديد غير محدد الاود همزة بي سي مربع الاود همزة اوت اي سي ها موبايلي الاود الله بدي يطلع شوف مربع محدد راح اسوي له شنو مربع مربع خط زر بلوك سويت له بلوك محاولة do you really want to block access to selected device crescent حسنا زر حسن بلك الحمزة روح ما عنده انترنت حمزة هو اصلا ما بيه انترنت الراسر لا بس حبيت اوضح لكم الفكرة على العموم شلون نفتحها شلون احنا مو كان نسأله وخلنا نفتحها زر خالٍ مربع تحديد رايت بالاود سيرش تحريري باكمالي تلقائي انتر سيرش ايتم سيرش روب هيلب وخالد خالد يمكن رسم خالد سي سي واحد الاود مربع تحديد غير محدد وايرلس دي سي وهم مربع يمكن رجعنا يمكن نقرر ماك ادرس يمكن مربع تحديد غير محدد مربع تحديد غير محدد صار غير محدد لازم انا احدده بس يمه ما صار الاو صار بلوك محظور حمزه القيسي حمزه القيسي ليش حاضر يقولكم بلوك شيل عنا التحديد عمي مربع تحديد غير محدد سوي محدد وروح شو تسوي له الاو مربع زر خالٍ زر اديت زر بلوك زر الاو حمزه زين هالاديت شنو بعدين افهمكم عليها زر الاو غير متاح فتح عنا الحظر هاي خلاص زين نزل جو كمثال زر الاو زر بلوك زر غير متاح اديت هاي اديت شنو مثلا نروح نحدد دقيقة خالد زر يمكن مربع الاو همز و سيست و همزه بي سي مربع الاو همزه اوت هاي الاو مربع تحديد غير محدد شو محدد هاي شو نسوي الاديت يمكن مربع تحت زر خالد زر اديت لما نسوي له اديت صار تحرير التحرير شنو هو خالٍ هيلب و سبورت خالٍ يمكن نقره شو قط رسم تعبيري يمكن نقره هيلب يمكن رسم خالٍ تحت دقيقة ديفايس نيم دقيقة تحرير ماك اب خالٍ زر كانسل يم من سوينا اديت زر ابلاي ننزل يم الكانسل وابلاي خالٍ اكسس كنترول Access control. صندوق خياراتي مغلقة. صندوق خيارات مغلقة. Allow وتقدر شو تسوي له؟ Block. يعني صار شلون مثل ما نقول بند الجمع بالآيفون. يفتح لك مربع خيارات. Block. Allow. Block. Allow. يعني تقدر بحالتين تقدر تحضره. تمام؟ نسوي escape. جوا شكو. Mac address. Mac address. تحرير غير متاح. DC. Open Mac address. Device name. تحريري بإكمالي تلقائي همزة أو تحريري تقدر تغير حتى تعرف اسم الجهاز مثلا أكو أجهزة كتب أندرويد تكتب هذا اسم الجهاز زين جوا خالٍ رسم تعبيري يمكن نقرر هاب آيكون يمكن نقر رسم تعبيري يمكن نقرر هاب آيكون خلاص بالنسبة لحظر الراوتر طيب هسه احنا شرحنا شلون نغير الباسورد نعيد الفقرات شلون نغير اليوزر والباسورد مال الراوتر اللي هي من تبحث عن الشبكات يطلع لك اسم الشبكات اللي بالتليفون يعني من تبحث على واي فاي عرفنا شلون نغير اليوزر وعرفنا شلون نغير الباسورد وعرفنا شلون نغير الاي بي وعرفنا شلون نغير الباسورد مال الادمن هاي كم نقطة وعرفنا شلون نحدث الراوتر وعرفنا شلون نحضر الأجهزة طيب هسه شو نريد نعرف بعد شو نريد نعرف شغلة حلوة
النتجير هذا بيه شغلة حلوة اللي هي شنو هي؟ خليها مفاجأة؟ خليها مفاجأة. المهم تحريري بأكبر صندوق اطلع خالن اريد تبع خالد رابط كسمة رابط فريشة رابط همانتوك دونت زيارتي رابط اتاتش ديفايسز رابط خالد اريد خالن اريد ديفايس نايم خالد زر ابلاي زر كم تكاسم خالن اكسس كنت صندوق خياراتي مغلقة لعو رابط نتورك مربع تحديد محدد رابط turn on access control access rule خالن زر اختيار محدد لعو all new devices to connect. احنا حلقتنا انتهت بالنسبة لي شنو؟ بالنسبة لي الكمبيوتر طبعا ما انتهت لا اكو شغلات شرحها بعد اكثر موسعة هنا عندنا كايمة شرحناها القائمة مثلا عندك دقيقة خالن firmware version firmware version تمام رابط basic رابط advanced شوف هسه احنا شرحنا لك الوضعية كلها تقريبا بس حمزة بقت شغلة ما شرحت لنا اياها شلون نسوي ريبوت للجهاز نضغط على ادفانس رابط قائمة صندوق خيارات ارض مغلقة رابط ادفانس نضغط ادفانس صندوق خيارات تمت زيارتي رابط ادفانس هوم نزل رابط يمكن نقره رابط USB يمكن نقره رابط administration يمكن نقر أبان سرع رابط يمكن نقره رسم تعبيري يمكن نقر كأكوان Matter Information خالن Hardware Version ننزل WMDR3 خالن أعطيك اسم الجهاز Firmware Version V1.0. خالن Graphical User Interface Language Version V1. خالن LAN Powered خالن Mac Address DC خالن IP Address 1.9 خالن DHCP On DHCP on خالد يمكن نقر ريبوت نضغط على ريبوت يرشد شنو يمكن نقر ريبوت رسم تعبيري يمكن نقر warning icon يمكن نقر internet port خالد mac address dc خالد ip address صب خالد connection pages.poe اللي يعطيك مواصفات الراوتر يعني pages.poe نضغط على بيجز بوي يفتح لك الانترنت يعني منا طلع لك شنو انت مسوي خالد اي بي سبنت صفر خالد دومين نيمز صفر خالد يمكن نقر شو ستاتستكس يمكن نقر كونكشن ستاتس خالد رسم تعبيري يمكن نقر جود ايكون يمكن نقر وايرلس سيتنجز خالد نيمز همزه خالد ريجن خالد شانل اوتو تو خالد مود اب تو 100 خالد وايرلس اي بي on hot broadcast name on Khalin wireless isolation off Khalin wifi protected set config Khal you Khal name out Khalin region Europe hi take most Khalin up wipe on hot broad on hot wipe off hot wifi protected config Khal رس يمكن نقر guest network to Khalin name see netgear guest Khalin هسه هاي تطي ريبوت قلنا وتبوت التسوي ريبوت الجهاز تمام تضغط على انتر على ريبوت ندخل على ادفانس نسوي ريبوت للجهاز وين المفاجأة هاي هي المفاجأة هنا بالايفون اكو تطبيق نتجير اسمه جيمي تمام اقدر احضر من عنده واقدر شنو اقدر هم اغير من عنده اسم الشبكة وأقدر أسوي شبكة طبعاً أنا ما علمتكم شلون تضيفون شبكة يعني صار 4 شبكات بس ما علمتكم شلون من حاسبة إحنا نقدم لكم الأسهل من التليفون تمام بتطبيق عربي جيمي ندخل على جيمي ندخل على جيمي هنا شو يقول لك حمزة واي فاي لضيف شبكة واي فاي لضيف شوف هنا كل السهلة شوف 2.4 جي ايج ست 2.4 جي صفحتي 1 من 2 تعديل اسم واي فاي حمزة حقل النصيب هاي اسم شبكة حمزة كلمة المرور حمزة حقل النصيب هم حمزة نسوي الأمان WPA 2 PSK
لا ما تدوس عليه وتغيره. شوف يصير. القناة قرب. مسح رمز. كيو آر. القناة قرب. مسح رمز. مسح رمز. الأمان. شوف الأمان. تم الاختيار. الأمان. موافق. زر. ألغاء. WPA. اثنان. PSK. ثلاثة من ثلاثة. بند الجمع. تعديل. WPA. اثنان. PSK. ثلاثة من ثلاثة. WPA. PSK. WPA. اثنان. PSK. اثنان من ثلاثة. نعم. واحد من ثلاثة. WPA. WPA. اثنان. ألغاء. موافق. ألغاء. اختار. ما أتبع. شوف كل سهل. شوف. مسح. تم الاختيار. القناة. تم الاختيار. تحديد التلقائي. زر التبديل. تشغيل. تحديد التلقائي. القناة. بس هنا ما تقدر تحدد. تحديد التلقائي. زر التبديل. تشغيل. متوقف. ما تقدر. شوف. تحديد التلقائي. تحديد. تحديد التلقائي. القناة. مسح. القناة. واحد. الأمان. القناة. واحد. تم الاختيار. القناة. القناة. تحديد التلقائي. تحديد. تحديد التلقائي. زر التبديل. تشغيل. لازم من المتصفح مثل ما فهمتكم شلون تغيرون القناة. ننطي رجوع. عرفنا شلون. حفظ. سوي كلوز. كيف تقيم سحابة. عدم أطهاري ذلك مجددا. عدم أطهاري. واي فاي للضيف. هاي تسوي شبكة للخطار مثلا اللي عندك. أسوي لهم مثلا. اثنان نقطة أربعة جي بيجزة. صفحتي واحد من اسم. واي فاي. كنسة. حق للنصيب. كريم. خمسة. شبكة واي فاي للضيف. شبكة واي فاي. شبكة حفل مع اثنان نقطة أربعة صفحتي وصول الضيوف. وصول الضيوف. وصول الضيوف. زر التبديل. متوقف. تشغيل. تشغيل. أدرس مشرطة الماء التي SSID. الأمان. نعم. أدرس مشرطة الماء التي SSID. مسح رمز. الفترة الزمنية دائما. فترة زمنية. أسوي له. الفترة. مسح. الفترة الزمنية دائما. وألغاء. زر. دائما. ساعة واحدة. ساعة واحدة. خمس ساعات. خمس ساعات تبقي مثلا. عشر ساعات. أربعة من ستة. يوم واحد. يوم خمسة واحد. من أسبوع واحد. ستة من ستة. أسبوع واحد. أسبوع واحد. مثلا. يوم خمس ساعة واحدة. ساعة حبيبي. ألغاء. موافق. زر. موافق. ساعة واحدة. وصول. صفحتي واحد. وصول الضيوف. زر التبديل. تشغيل. أدرس مشرطة الماء الذي يسأل الأمام. الفترة الزمنية. ساعة واحدة. أنطيك ساعة حبيبي. إنترنت. وراها يدخل عندك الإنترنت. أسوي له شبكة خاصة بي اللي هي. أدرس مشرطة الماء الذي يسأل. حق النصيب. جارية تحت. مثلا. موافق أقول لنا. الفترة الزمنية. المفتاح الشرطة الماء التي كلمة المرور. كلمة المرور. أدرس مشرطة الماء. المفتاح الشرطة. حق النصيب. جارية التحرير. أكتب. نمط الحرف. إدخال النقطة في البداية. كلمة المرور. النقطة الأدخال في مثلا. أدرس وصول الضيوف. زر أدب. وصول الضيوف. صفحتي واحد. اثنان نقطة أدب. معتم. منطي. منطي حفظ. منطي حفظ. يقولك هل تريد يعني حفظ ذلك؟ تريد موافق. سوي خروج. خلاص. خلاص. شبكة. للضيف. خريطة الشبكة. خريطة الشبكة. هاي خريطة الشبكة. خريطة الشبكة. زر التبديل. تشغيل. التحكم بالوصول. هانس كيسي. حمزة بي سي. معتم. WNDR. هانس كيسي. التحكم بال. هانس كيسي. طالع لي بس حمزة بي سي. حمزة ما يطلع. ليش؟ ما أقدر أحضر. أنا ما أقدر أحضر نفسي. لا لا طالع لي حمزة القيسي. بس ما أقدر أحضر. شوف. نوع ايفون 92. الاسم المخصص. عنوان. قوة الإشارة 100%. قوة الإشارة 100%. سرعة الارتباط 130. عنوان. نا جي سي. عنوان. نا جي سي. زر. كونتاكتر. نا. شوف. زر. التحكم بالوصول. هانس كي سي. حمزة بي سي. هانس كي سي. حفل. معتم. حضر. 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 زر التبديل. متوقف. تشغيل. تشغيل. حضرت. حضرت. الاسم المخصص. النوع. ويندوز كي سي. الاسم المخصص. النوع. عنوان. أكيد. قوة الإشارة 100%. سرعة الارتباط 65. عنوان. سي سي اي اف عنوان ادرس مخصص حضر ادرس حضر زر التبديل تشغيل متوقف حضر حفل معتم زر هاي خريطة الشبكة شوف كل السهل خريطة الشبكة استاذ تعرض لكم انا ما بدي اشرح لك لان كله واضح امامك اي مشكلة اي خطأ بامكانك مراسلتي مراسلة اي مشرف في شبكة الكبيرة في تقنية العراق ونحن بخدمتكم يعني شرح جدا طول ونحن جدا اسفين والله شبكة خريطة عناصر التحكم الوالدين. أنا صرت حاكم الوالدين. هذه عوفة. لين محلوة والله صراحة. تحضر لك مواقع تريد مثلا أحضر موقع واتساب فيسبوك ما أحتاج أشتغل لك عليه لازم أسوي لك حساب بيها. مقياس حركة المرور. مقياس حركة المرور هذا جهازي ما يدعم أكو جهاز أحدث من جهازي أحدث من N600
يدعم هاي الخاصية، ما أعرف هاي الخاصية شنية. ميديا. لاين ميديا. هاي نقدر بي أنست مي بي فلاش. ريشير. أريدي شير. تربو ترانسفر. كابتي. يو. تربو. تربو. ترانسفر. ترانسفر. مسحة رموز. مسحة رموز. الوصول عن بعد. تسجيل المنتج. إعادة التمديد المواجه. تسجيل الخروج. إعادة التمديد المواجه. إعادة تمرير المواجهة، هاي شنو؟ هاي دراسة الجهاز، بس هذني الوصول عن ماسك تبر ترانسفر ريشير ماليا هذني اكو فلاش دخله هنا، هذا شوف هذا هنا دخله الفلاش يطلع لك كل المحتوى الفلاش موجود في الراوتر. إن شاء الله هذا الشرح كان مفهوم بإذن الله تعالى، وأي استفسار أي شيء إحنا إن شاء الله بالخدمة، يعني والله إن شاء الله أعتقد إن شاء الله كفيت ووفيت في هذا الشرح. أي سؤال أي استفسار إحنا إن شاء الله بالخدمة، تمام، وإن شاء الله ما نقصر ويا الكل، وطبعا لا ننسى إذا عجبك الفيديو اضغط لايك على الفيديو، إذا أيضا عجبك الاشتراك بالقناة اضغط الاشتراك بالقناة سبسكرايب. يمكنكم التواصل مع حمزة القيسي ومشرفين شبكة كيفي في التقنية العراقية. بالنسبة لي حمزة القيسي موجود واتساب تويتر الكيسي، حمزة القيسي على الفيسبوك، على الواتساب 0096490571973، واتساب فايبر موجود، وفيس تايم أيضا، وسكايب حمزة 198879، يعني HAMZA 198879. تحياتنا لكم، وإن شاء الله لا تنسون ورانا بعد شرح النانو ستيشن، ورانا أنا مو وقته، إن شاء الله يجي كل شيء بوقته، ما أريد نسبق الأحداث. تحياتي لكم، وإن شاء الله وفقت بالشرح النذير. طبعا أخاف أنا يعني شوية من طولت بالشرح، يجوز نشيتي شغلة أو شيء. إذا أنت بإمكانك تتعلم شيء مثلا حمزة قول لي أوكي إيش فقرة ما شرحتها شلون، مستعد أشرح لكم إياها أو أرفع لكم إياها على اليوتيوب من ضمن دورة الشبكات. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حمزة القيسي من شبكة الكفيف التقني العراقي. تحيات مشرفين شبكة الكفيف التقني العراقي لكم جميعا، واستماعا موفقا. إلى اللقاء.